فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان عندي 5000 ريال من الزكاة في جيبي، وكنت أريد أن أعطيها لمستحقها، لكنها ضاعت مني أو سرقت مني قبل أن أسلمها، هل يلزمني أن أخرجها مرة أخرى؟ ما أخرجتها مرة أخرى، هي يلزمك إخراجها، لأنها ما وصلت إلى المستحق، ما تبرأ ذمتك حتى تصل إلى المستحق، ولا هي في ذمتك. نعم.